واصلت القوات العراقية تقدمها في غرب الموصل، حيث بدأ جهادي تنظيم الدولة الإسلامية الاندحار أمام الهجمات المتكررة منذ بدء العملية العسكرية لطردهم من آخر أكبر معاقلهم في البلاد. بعد أن أكملنا السيطرة على حي الشهداء الأولى وأيضا على حي المنصور، اليوم قطعاتنا استأنفت التقدم واقتحمنا بالساعة 5 صباحا حي العامل الأولى. ورغم تواصل تقدم القوات الأمنية في عمق الجانب الغربي للموصل، لم تبدأ المعركة في المدينة القديمة بعد، والتي يتوقع أن تكون الأكثر صعوبة. بدأ العدو ينهار، فقد الكثير من قدراته القتالية. اليوم العدو ده يدفع مفخخات، ولكن ليس بالأعداد اللي كان يدفعها في بداية المعركة. اليوم العدو انهار معنويا، فقد القيادة والسيطرة، ولهذا ما يصمد أمام ضرباتنا ولا يصمد أمام تقدم القطعات. ويواجه تنظيم الدولة الإسلامية هجمات متزامنة مع اقتحام القوات العراقية لغرب الموصل وفي سوريا من قبل قوات النظام وفصائل معارضة مدعومة من تركيا، وتحالف فصائل عربية وكردية مدعوم من الولايات المتحدة، ما يضاعف الضغط على الجهاديين.